مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم استعراض الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. تراجع للكتلة الهوائية الباردة اللي أثرت على المملكة خاصة في المناطق الشمالية والوسطى، لكن هذا التراجع بيكون تدريجيا، وهناك فرصة لبعض الأمطار في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية وبعض المناطق الغربية المملكة نهاية هذا الأسبوع. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ باستعراض الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد. يوم الأحد تستمر الأجواء باردة نسبيا في النهار وباردة ليلا في المناطق الشمالية. المناطق الشمالية الغربية 17 العظمى والصورة 4 شديد البرودة ليلا، واحتمال تكون السقية وحدوث الانجماد في شمال المملكة خاصة أثناء الليل وفي ساعات الصباح الباكر. الشمالية الشرقية 17-5. أما المنطقة الشرقية أجواء لطيفة في النهار لكنها باردة نسبيا ليلا، العظمى 21 والصغرى 12. المنطقة الوسطى لطيف باردة نسبيا إلى لطيفة نهارا لكنها باردة ليلا، والعظمى 18 والصغرى 8. المنطقة الغربية أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا، العظمى 25 والصغرى 18. أما المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا، العظمى 19 لطيف في النهار لكنها باردة نسبيا ليلا، والصغرى 10 درجات مئوية. يوم الاثنين إن شاء الله تبقى الأجواء باردة نسبيا أثناء النهار لكنها باردة إلى شديدة البرودة ليلا في المناطق الشمالية، ويخشى من حدوث السقية والانجماد في المناطق الشمالية أثناء الليل وفي ساعات الصباح الباكر. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 17 والصغرى 4، الشمالية الشرقية 17-6. أما المنطقة الشرقية أجواء لطيفة في النهار باردة نسبيا ليلا، العظمى 22 والصغرى 14. كذلك المنطقة الوسطى لطيفة نهارا لكنها باردة نسبيا ليلا، العظمى 22 والصغرى 9. المنطقة الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 26-19. والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لبعض الزخات من المطر المتفرقة، العظمى 18 والصغرى 10 درجات مئوية. يوم الثلاثاء استمرار الأجواء الباردة نسبيا إلى لطيفة في المناطق الشمالية أثناء النهار، واستمرار الأجواء الباردة أثناء الليل. المناطق الشمالية الغربية 17 العظمى والصغرى 5. المنطقة الشمالية الشرقية 17-9. المنطقة الشرقية لطيفة نهارا باردة نسبيا ليلا، العظمى 23 والصغرى 12. المنطقة الوسطى لطيفة نهارا أيضا باردة نسبيا ليلا، العظمى 21 والصغرى 9. أما المنطقة الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا، العظمى 26 والصغرى 21 درجة مئوية. والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع بعض الأمطار المتفرقة أحيانا، العظمى 16 والصغرى 10 درجات مئوية. يوم الأربعاء إن شاء الله ارتفاع قليل على درجات الحرارة في المناطق الشمالية، بحيث تصبح الأجواء لطيفة في النهار لكنها تبقى باردة إلى شديدة البرودة ليلا. فالعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 19 والصغرى 6. أما المنطقة الشمالية الشرقية العظمى 18 والصغرى 4، ويخشى من حدوث السقية والانجماد أثناء الليل وفي ساعات الصباح الباكر في المنطقة الشمالية الشرقية. أما المنطقة الشرقية أجواء لطيفة نهارا تميل للبرودة أو باردة نسبيا ليلا، العظمى 23 والصغرى 13. المنطقة الوسطى 21-10 لطيفة نهارا باردة نسبيا ليلا. والمنطقة الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 30-22. والمنطقة الجنوبية الغربية 17-10 مع أجواء غائمة جزئيا مع بعض الأمطار المتفرقة.
أما يوم الخميس فيستمر ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الشمالية، أجواء لطيفة بالنهار باردة نسبيا ليلا، المناطق الشمالية الغربية 22 العظمى والصغرى 8، المنطقة الشمالية الشرقية 19-7، أما المنطقة الشرقية لطيفة نهارا تميل للبرود ليلا 23-14، والمنطقة الوسطى لطيفة نهارا باردة نسبيا ليلا، العظمى 21 والصغرى 10، والمنطقة الغربية غائمة جزئيا والعظمى 29 والصغرى 24، أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا، الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع بعض الأمطار المتفرقة، العظمى 16 والصغرى 12 درجة مئوية. يوم الجمعة ارتفاع آخر على درجات الحرارة، أجواء لطيفة في النهار تميل للبرودة ليلا في المناطق الشمالية، العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 24 والصغرى 9، الشمالية الشرقية 21 إلى 11، المنطقة الشرقية لطيفة نهارا باردة نسبيا ليلا 23-14، وأيضا المنطقة الوسطى لطيفة نهارا باردة نسبيا ليلا 22-11، والمنطقة الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 29-23، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع بعض الأمطار المتفرقة، والعظمى 29 والصغرى 12 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله.